الشفاعة العظمى بالاتفاق ليبدأ الله بفصل القضاء، ما ينكر حتى المعتزلة. لكن الشفاعة من أهل الكبائر لأهل الكبائر من أمته، هذه ينكرها الوعيدية اللي هم المعتزلة والخوارج. لماذا؟ لأن عندهم ما في شفاعة، خلاص مات على الكبيرة هو في جهنم، ما تنفع شفاعة الشافع إذا مات على كبيرته. طيب مات على كبيرته يستحق النار وسيدخل النار، عند الخوارج مخلد فيها كالكافر الأصلي، وعند المعتزلة مخلد فيها أيضا لكن في دركة أعلى من دركة الكافر. فمثل هذا الذي مات على كبيرته ولم يتوب إلى الله منها، عندهم ما له شفاعة فينكرونها. وعليه أنكروا الأحاديث الكثيرة التي تواترت تواترا معنويا، كلها أنكروها. وينكرون ماذا؟ أن يخرج أحد من النار بعد أن يدخل فيها. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، يحملون على من؟ على حتى عصاة الموحدين، دخل النار أخزاه الله لن يخرج منها أبدا. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كلام واضح يقولون، مع أن الله يقول وأحاطت به خطيئة، يعني الشرك، هي الشرك هو الذي يحيط بالإنسان ويحبط عمله ويدخل في جهنم ولا يخرج منه. ويستدون بقول الله عز وجل ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، واضح الكلام. وحملوا هذا الآيات كما قال ابن عمر، جاءوا عمدوا للآيات التي نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين. هذا موحد يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر، يؤمن بالقدر خيره وشره، ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت، لا ويعتمر ويبر بوالديه وعنده صلة رحم وعنده، لكن مبتلى بمعصية من المعاصي ومات عليها، هذا في جهنم لن يخرج منها، نعوذ بالله. الحمد لله أن رحمة الله ليست بأيدي هؤلاء. كيف عنده الإيمان هذا كله، عنده التوحيد وعنده الصلاة من أجل كبيرة واحدة، هو ومن زعم لا قيامة ومن سب الله ورسوله ومن كفر بالله سواء، كلهم في جهنم ما يخرجوا منها. زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، يقول ما في قيامة، يقول هيهات هيهات لما توعدون، ما عنده إيمان، كافر ملحد مثل إبليس مثل فرعون، يقول ربكم الأعلى. هذا المؤمن اللي عند مات على معصية واحدة كبير الكبائر مثل فرعون مثل إبليس يدخل النار ولا يخرج منها، هذه عقيدتهم والعياذ بالله. طيب الجهمية أيضا ينكرون الشفاعة، لماذا؟ الجهمية على طرف نقيض مع الخوارج والمعتزلة، قال لأن الجهمية عندهم أصلا المعاصي لا تضر، ليش؟ لماذا الشفاعة؟ أصل كبائر، ها ما تضر، يفعل ما يفعل الكبائر لا شيء، لا بأس، الذي يأتي بجميع الطاعات والذي يفعل جميع الكبائر الأمر سواء، لأن عندهم أصلا ماذا؟ الإيمان مجرد معرفة، مجرد كلمة، فعندهم ما تضر المعاصي أصلا، فلماذا أصلا شفاعة؟ تبهتم؟ فهؤلاء وهؤلاء ينكرون الشفاعة، أهل السنة أثبتوها. لما أثبتوها؟ لأنهم يؤمنون بالكتاب والسنة. ما معنى قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ ما معنى؟ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما الذي دون ذلك؟ دون الشرك يعني المعاصي، القرآن هذا. لما قال جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هل فيه إثبات الشفاعة ولا فيه إثبات الشفاعة؟ يعني إذا أذن الله شفع الشافع، فالتوسط للغير ممكن، يشفع لمن استحق أن يدخل النار أن لا يدخل النار، ويشفع لمن دخل النار أن يخرج منها، ويشفع لمن كتب الله في الجنة أن يستأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم فيدخلها، ويشفع لمن دخل الجنة أن ترفع درجته، كلها شفاعات ثابتة الأدلة الشرعية. ما في أحد أسعد من أهل السنة بالأدلة، يأخذون بها ويؤمنون بها، لكن يفهمونها فهما صحيحا، واضح؟ أما الجهمية والمعتزلة والخوارج والإباضية هذا كله إيش؟ ما عندهم واحد يدخل النار ويخرج منها، دخل خلاص طاح مقام. ولذلك كنت ناظر بعض الإباضية على عن طريق الرسائل، دخلوني معهم في مجموعة يسمونها جروب، يعني مجموعة، فأحدهم ماذا يقول؟ يقول لو أن رجلا زنى بأخت رجل
ومات على الزنا ما تاب ومسلم هو يدخل جنة؟ نعم يدخل جنة. قال طيب وهذا أخو المزني بها دخل الجنة، فإذا دخل الجنة وجد ذاك الرجل الذي زنى بأخته، تنكدت حياته في الجنة، كل ما لف وجد من الزاني بأخته، هذا ما صار الجنة هذه. ما العمل؟ لازم هذا الزاني ها يروح جهنم يخلد فيها، ما يأتي الجنة ينكد على أهل الجنة على أخوان ها البنت التي زنى بها. هو يظن الجنة أن عشر أمتار وعشر أمتار، هذه جنة عرضها السماوات والأرض، درجات، ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض درجات. ثم من قال لك أن هذا الذي يدخل الجنة لحد الآن إيش يتذكر ويستحضر هذا الذي زنى بأخته، بحيث كل ما شافه ونكد عليه هذا اللي زنى بأخته ولا هذا اللي ضرب ولا قتل أبي، هكذا أحوال الجنة؟ أم ينزع الله ما في صدوره من غل؟ ينزع الله ما في صدوره من غل، يعني مثل الآن في حياتنا الدنيا، لو أن شخصا ما في صغره ضرب فلان وكبر وصاروا أصحاب، يتذكر أنك أنت ضربتني ولا أخذت مني عصيري ولا أخذت مني حاجتي، كنا أطفال صح؟ يمكن يضحك قلت تذكر ضربتك إيه ضربتني كنت والله أخاف منك دائما تضربني، وإخوان وأحباب، والأخوة دائما يضربون في البيت، وإذا كبروا أحباب يفدي أحد من الآخر بروحه. كيف بعد أهل الجنة إذا دخل الجنة لحد الآن في بال أن هذا ضربني ولا اعتدى على أختي ولا، كيف التفكير هذا؟ يتركون النصوص قال الله قال رسوله ويحكمون عقولهم على مثل هذا، ينكرون أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ينكرون ما دل عليه القرآن، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، آية صريحة آيتان بلفظ واحد في أولها، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، الآية الثانية ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. من هذا الذي يغفر الله له؟ الذي تاب من الكبيرة ولا الذي مات عليها؟ مات عليه، لأن لو تاب منها ها أصلا التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أصلا التائب ويتوب الله عليه يبدل سيئاته حسنات. المقصود بمن يشاء أولئك الذين أتوا بمعاصي كبائر دون الشرك، فهؤلاء إن شاء الله عفى عنهم وإن شاء عذبهم، وإذا عذبهم هل يعذبهم كالمشركين مثل الشياطين مثل فرعون مثل هامان مثل قارون؟ لا لا، وإنما يعذبهم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وما ربك بظلام للعبيد. ما يستوي المؤمن والكافر، فكل منه يدخل في جهنم ويخلد فيها. المعتزل البائضي والإباضي يقول لا هو يعني مخلد في النار لكن ليس مثل الكافر. طيب مخلد يعني مثل الكافر يشبهه كثيرا، كل من الكافر مرتكب الكبير عندهم مخلد في نار جهنم لكن دركة أعلى. طيب دركة أعلى ما أهون أهل النار عذابا، رجل يوضع في أخمصيه ها جمرتان يغلي منهما دماغه، كيف هذا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر مؤمن بالقدر ويشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله يقيم الصلاة يؤتي الزكاة صوم رمضان وحج ويعتمر وعنده من الخير والحسنات والطاعات واجتناب الكبائر عنده الكبيرة، مخلد في نار جهنم مثل الكافر الأصلي لا يخرج منها أبدا؟ نعوذ بالله. لا، ويزيد على ذلك يقولون من هؤلاء الذين خلدوا في جهنم، ويصرح بعضهم الإباضية هؤلاء خوارج ومعتزلة في باب الاعتقاد أن عثمان وعلي رضي الله عنهما مخلدان في جهنم. شوف مبشران بالجنة يقول لا هؤلاء مخلدان في النار، نعوذ بالله. فنسأل الله العافية. احمدوا الله، دائما يقول لكم احمدوا الله على حسن العقيدة على التوحيد، احمدوا الله، ما انتم روافض ما انتم معتزلة ما انتم جهمية، احمد الله ونسأل الله الزيادة من الاستقامة في القول والعمل. نعم.